أهلا بكم في موجز جديد للأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد. قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر لم تجد حتى الآن إرادة سياسية في إثيوبيا للتوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة، والذي كان قد تم صياغته في واشنطن، والمفوض الإثيوبي كان قد شارك ووافق على بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه. وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره وزير خارجية لوكسمبورغ أن المسار الإفريقي الذي تلا اجتماع مجلس الأمن بالعام الماضي والجهود الكبيرة لرئيس الكونغو الديمقراطية، ثم حدث رفض للجانب الإثيوبي لاستئناف المفاوضات لرفضه أن يدرج الهدف من هذه المفاوضات في وثائق صادرة عن الاجتماع والوصول لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تؤكد التعنت والتنصل من الهدف. وأشار إلى أن السعي لكافة الوسائل السياسية لتغيير هذا الموقف وتحمل الموقف الدولي ما قد ينتج من هذا الأمر من تصعيد، وتعدى ذلك للقارة الإفريقية بصفة عامة، وهناك تفهم أوروبي بهذا الشأن نظرا لوجود تعاون بإدارة الأنهار الأوروبية. وفي نفس السياق وفي تعنت جديد، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي أن ملء الجولة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية. جاء ذلك بعد اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، إذ قال بيكلي أن لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد، حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى. وأضاف: هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاث، ولن يتغير شيء من ذلك، وسنواصل العمل وفقا لذلك. أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاءه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل. وتشمل العقوبات الخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني. وافق المجلس الأعلى للجامعات على مقترح لجنتي قطاع السياحة والفنادق وقطاع التمريض بشأن وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض قبل الترشح لمكتب التنسيق. وأوضح أنه استعرض المجلس دليل البرامج الحكومية المصرية الجديدة للعام 2021 و2022، والمعدة من خلال الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، استعدادا لوضعه على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات مع بداية أعمال مكتب التنسيق لعام 2021. نبهت هيئة قناة السويس المواطنين بعدم التعامل مع بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنتحل اسمها وتقوم بالإعلان عن وظائف مزيفة غير حقيقية. وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالهيئة يتم عبر الطرق الرسمية المقررة قانوناً للإعلان عن الوظائف الحكومية، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة مع بيان كافة تفاصيل الإعلان من التخصصات المعلن عنها وشروط خطوات التقديم. قدم أشرف عبد العزيز محامي الفنان أحمد عز في الاستئناف المقدم من موكله على الحكم الصادر ضده بإلزامه بدفع 44,000 جنيه استرليني كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، صورة من الحكم الصادر ضد موكله بإلزامه بدفع 60,000 جنيه شهريا مصروفات. وأشار محامي الفنان إلى أن المصاريف الدراسية للأطفال تقارب 1,000,000 جنيه، مشيرا إلى أن مبلغ 1,000,000 جنيه مصاريف للأطفال أمر مغال فيه ويزيد على حد كفاية الطفلين، كما يزيد أيضا على إمكانية موكلي بدفع تلك المبالغ المالية. أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض السكر، مؤكدة أنها قضت أكثر من 20 سنة تهتم بالناس وعملها وأقاربها وعائلتها، ولكن حان الوقت لأن تهتم بنفسها. وأضافت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اكتشفت أني جالي سكر، ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي،
لان انا اللي حملت نفسي فوق طاقتي، وكنت دايما بقول ان ربنا مش بيدي حد حاجه غير على قد طاقته. السكر للاسف حاجه بشعه ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش، ودي حاجه صعبه قوي. كان هذا موجزا لاهم واخر الانباء حتى الساعه، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد الإخباري. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.